مشاهدينا الكرام مساء الانوار اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 وابرز ملامح طقس اليوم هو الارتفاع الكبير في درجه الحراره وتجاوزها مستوى 22 درجه في اغلب مناطق البلاد اليوم الارقام كانت من بين 22 ل 27 تونس العاصمه سجلنا فيها 24 ووصل ارتفاع درجه الحراره لمستوى 29 درجه بالقيروان وين سجلنا اعلى الارقام وميزات طقس اليوم شوفوهم اكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز حاله سبا وأجماع عامة قليلة تسحب إلى مغيمة جزئيا في فترة ما بعد ظهر وليلة يتوقع توصل نفس المؤشرات الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلاد أجواء تميل للبرودة درجة حرارة قليلة تكون بين 10 إلى 14 درجة في حدود 8 درجات بالمرتفعات الغربية يوم الغد إن شاء الله مجموعة من التغييرات بعض تسربات الهوائية الباردة قد تشملنا ذلك علاش درجة حرارة باش تعرف انخفاض ملحوظ مقارنة بما تم تسجيله اليوم ومؤشرات نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية في عدد من ولايات الشمال وايضا بالوسط قراءه سريعه لدرجه الحراره القصوى المنتظره اليوم الغد وبالنسبه لتونس الكبرى نتوقع تراجع الحراره المستوى 21 درجه 22 في جهه الوطن القبلي 21 في زغوان اقل ببنزرت 18 درجه في ربوع الشمال الغربي نتوقع تزيد 17 في برقه 20 في باجه 21 في جندوبه 20 بسليانه وايضا بالكاف بمناطق الوسط بتال 18 على بالقيروان ونتوقع باش توصل الحراره ظهرا لمستوى 25 درجه بجهه الساحل بسوسه 23 22 بالمنستير وبالمهديه بعاصمه الجنوب السفر. صفاقس وبجزر قرقنا 22 24 بي سي بوزيد بالنسبه للقاسرين نتوقع التزيل 21 في مناطق الجنوب الغربي بقفصه 24 26 بتوزر بيقبل نتوقع التزيل 25 24 في قابس وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربان نتوقع الحراره قصوى في حدود 22 24 في مدنين 25 بتطاوين و26 درجه برماده بالنسبه للملاحه والصيد البحري بسواحلنا الشماليه رياح في اغلبها مياه قطاع الغربيه غربيه فشماليه غربيه سرعتها من 20 ل 25 عقده وتصل الى 30 بخليج تونس والبحر يكون شديد الاضطراب بالشمال بخليج حمامات وبجهه الساحل رياح شماليه فشماليه غربيه سرعتها من 15 الى 25 عقده البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب وبمنطقتي الشابه وجربه وصولا الى جرجيس رياح في اغلبها الشرقيه فشماليه شرقيه سرعتها من 15 الى 20 عقده البحر يكون قليل الاضطراب كالعاده ندوكم فكره حول حاله الطقس ببعض المدن والعواصم الاجنبيه بنواكشات اجواء عامه قليله تسحب 35 درجه 20 بالدار البيضاء 19 بالجزائر مع ظهور بعض سحب طقس مغيم جزئيا في طرابلس 21 سماء صافيه بالخرطوم 30 22 بالقاهره طقس مشمس بالبقاع المقدسه 24 في المدينه المنوره 29 في مكه المكرمه سحب قليله بالضحى بابو ظبي مسقط 24 درجه طقس كثيفه سحب بالكويت 23 18 في بغداد وبالشرق الاوسط نتوقع تزيد 18 درجه بكل من دمشق بيروت 14 بالقدس الشريف بعد سحب في اسطنبول 18 درجه وباوروبا بروما نتوقع مؤشرات نزول الأمطار 16 طقس بارد بفيينا برلين 6 درجات بعد الامتار بالنسبه لامستردام بروكسل 8 بباريس تقف أمطار ايضا 12 في مارسيليا سما صافيا بمدريد وبرشلونه 16 درجه تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمه مؤشرات نزول بعض الأمطار ضعيفة حاليا تبقى نسبيا متوسطة في عدد من ولايات الشمال خلال يوم الخميس بالوسط وبالجنوب يتوقع ظهور بعض السحب فيما يخص الجانب الحركي الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال وبالوسط الشرقيه بمناطق الجنوب نشطه نسبيا قرب السواحل وضعيفه الى معتده داخل البلاد تقريبا البحر يكون متموج الى مضطرب ودرجات الحرارة قصوى تتراوح بين 15 20 درجه بالشمال وبالمرتفعات وارقام تتراوح بين ال 20 ل 24 ببقية بقيه مناطق البلاد خلال يوم الجمعه يتواصل نشاط الرياح الغربيه نسبيا بالمناطق الساحليه البحر يكون متموج الى مضطرب فترات مشمسه تخللها بعض سحب العبره ويمكن سجل ارتفاع طفيف في درجات الحراره موعد شروق الغروب ليوم الغد شروق الشمس باذن الله يكون في الساعه 7 الى 6 دقائق وغروبه في الساعه 6 و11 دقيقه لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي قصيرة موقع الويب وتنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة اليوم الغد صلاة الصبح بداية من 5 و28 دقيقة ظهر منتصف النهار و39 دقيقة صلاة العصر في الساعة الثالثة و42 دقيقة صلاة المغرب في الساعة السادسة و13 دقيقة وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة السابعة و37 دقيقة شكرا على حسن متابعة الاهتمام إلى اللقاء